سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض صينية بطاطس بالبشاميل بالكرات اللحم، حاجة بسيطة قوي ومكوناتها سهلة جدا، موجودة في كل بيت، بس كتغيير في رمضان ان احنا حابين نغير، يعني دي حاجة سهلة جدا. معانا دقيق حوالي 4 معالق، معانا فلفل الوان، انا حبيت الاحمر، وفي لو انت حابه تغير اللون، معانا كزبره خضراء، معانا ثوم، معانا بصله، معانا بكتين، فلفل، توابل بقى، كمون، معايا كركم، معلقه ملح، معايا علبه قشطه، ولو مش حابه عادي. هنبتدي مع بعض. انا حطيت الزيت، هنحط بقى البصل، فلفل، انا بحب الحفله دلوقتي مع الشيخه تعمل ازاي بطريقه جميله، انا بحب الطريقه دي جدا وبتعجبني. ونحط بقى ايه، الكزبره، بحب الكزبره اصلا في اي اكل، بحبها جدا في اي اكل بعمله، دي ريحه. هنتبل بقى الحاجة دي شوية مع التوابل بقى، نحط ايه، ملح، في عندي كركم، في كمون، فلفل، حوالي معلقة صغيرة، في عندي الكمون، معلقة برضه صغيرة. هنقلب كل ده، ريحة جميلة جدا وبصية شيك جدا وسهلة وطعمها خيال. هنحط ايه بقى؟ هننزل بايه؟ هنحط دي زيت بالحليب، لو تخلط شوية ممكن تزودي مية. بحب قوي التوابل دي، ده بيدي للاكل طعم جميل قوي، اللي هي أجينوموتو، بحبه على الاكل، بيدي طعم جميل، انا بحبه على الاكل. وعندي يعني افضل من مرقه الدجاج، انا بحب طعمه. لو لقيتيها تخلط ممكن تزودي ميه او حليب على حسب رغبتك، انا بحب القشطه على الخلطه دي. هتحطي ايه،
خلاص كده الصوص خلص والبشاميل بتاعنا هنطفي عليه، ولما يبرد هنضيف عليه البيض. لما يبرد هنضيف عليه البيض. دلوقتي البشاميل برد، هنبدأ بقى نحط البيض هنقلبه. كويس بقى هنبدأ نحط شايل البرش، هنبدأ بقى نحط البيض هنقلبه. كويس بقى هنبدأ نحط بقية اللحم معاها الصوص بتاعنا، وهنبدأ نحط البطاطس. انا كنت مجهزاها مسلوقة ومقطعة مكعبات، انت ممكن تقطعها بالشكل اللي انت تحبيه، لكن انا بفضل بالشكل ده علشان وانت بتقطعيها بتبقى كرات سهلة. هتقلبي الخليط ده كله. جاهز، قلبت معاه البطاطس، كنت سلقاها مقطعة مكعبات صغيرة اهي، انت لو حابة تقطعها اي شكل تاني، بس انا بحبها مكعبات صغيرة عشان اقدر اقطعها خرم. كده الخليط جاهز، هنحطه في الصينيه دلوقتي وندخلها الفرن. هتستوي وبعد كده هنشوف. زي ما انتم شايفين في الفرن اهي بتستوي، شكلها تحفه. ده كان شكلها النهائي بعد ما خرجت من الفرن. كل عام وانتم بخير، واتمنى تجربوا.